التاريخ اللي انا بقول لك عليه. لو الافلام دي مش بس كده، لو الافلام دي دون المستوى هيبقى تاريخ سيء اكيد. لو الافلام دي انا عملت فيها مجهود وحرصت انها تبقى تاريخ بجد في حياتي، يعني افتخر بيها انا واولادي يفتخروا ان انا قدمت لهم الحاجات زي دي والجمهور بتاعي اللي طلعني، فانا شايف ان انا بحرص دايما ان انا ببص لبكره ان انا عايز اسيب تاريخ مشرف. فالحمد لله انا حققت وجهه نظري اللي قلتها من 10 سنين. من 10 سنين انا كنت لو جبت لي، لو دخلت على الانترنت ودخلت على حواراتي في كل القنوات والمجالات، بقول السينما تاريخ لحياه المطرب واغانيه. طبعا واغانيه. كانوا بيسمعوا مني الكلام ده كانها جمله محفوظه، يعني كانها جمله بتتقال كده. لا طبعا دلوقتي فعلا انت بتلاقي ان الافلام اللي بتتعرض مثلا زي اصحاب الاذن، زي حريم كريم، زي حبك نار، يعني هتلاقي فيه يعني الفيلم باغاني هتحس ان في الاغنيه خلاص دايركت. لا تحس كمان في ذكريات انت بنيتها مع الافلام زي بالظبط. انا اتعلمت ده بصراحه من الجيل اللي قبلي، يعني انا الفكره دي ما كانتش فكره، يعني انا شفتها في عبد الحليم حافظ، ان انا لقيت ان الاغاني اللي بقعد ادندنها هي الاغاني اللي موجوده في الافلام اكتر. ما تيجي فيلم مثلا زي الخطايا بقى بقعد اتفرج عليه، واخد بالك؟ بحب محمد فوزي، بس بحب اقعد اتفرج على افلامه جدا وكتابهم. فحسيت ان السينما المطربين بتوع زمان دول كان دماغهم يعني كبيره جدا وفكروا كويس جدا، على الرغم ان الامكانيات في الوقت ده كانت اقل من هنا بكتير، اقل مننا بكتير. احنا عندنا حاجات كتير قوي، بس دلوقتي بقى الاختيار بقى صعب. طب ايه الفيلم اللي انت حاسس